recognize him? Speak with Fulab and see if he needs help. We will continue your training later. Yes, Master. Have you seen مكان؟ سيدعمنا السامانيون على الأقل في فرنسا. إنهم ينفذون مشيئة الله في بخارى. Will he fall or will he soar? You will soar, ya Sadiqi. Inshallah. Thank you. We have a similar spirit, you know. What gave you that idea? One of the Banu Musa was angry at you, and you were unfazed. Remember? I did not touch his hammer. You refused to apologize for something you did not do. I have been called worse. Have you seen Fulab in camp? I have. Araka lahiqan. جعفر تعقب طبيب إغريقي في الإسكندرية. يجب أن الجاحظ يشير إليه في كتابه what is this in the corner? Here. Small design. It is my signature. So you know I created it, and not Al-Hashim or what, Abu Jafar. Boston. Intelligence is supposed to rhyme with paste. Reminds me of someone. To Master Roshan. Have patience. Time to your trouble. I will take it. Roshan asked me to come see you. Yes. I shall. Rebecca needs leather strips from the camp's storehouse. I must find those for her. That is not it. It is hard to find anything in here. That is not a strip of leather. يمكننا تحقيق القاعدة الفردية والإثبات أن المنطق الضمني صحيح. يلزمنا قياس كل خطوة مرتين وتوثيقها. It is taking longer than we expect. That must be frustrating. Mentor Ryan is a wise man. We have patience and Master Roshan tells me I must not be in a hurry. I would not. Useful and fetch me some leather strips to finish this project. There should be some in the storehouse. Yeah, of course. ليس كما لو كنت. على الذين يعيشون في القطاع الأفقر وراء المربع الفارسي. السلام عليكم. اللقى يحسن إدارة بيت الحكمة؟ Within the caliphate are beginning to put pressure on us. Forces? You mean the order, Rabban? I can only speak of what I know, your Sardari. The Caliph wishes to nullify the rebels, and if you persist in giving them support, they cannot assure you protection. ستواجه صعوبة في العثور على أبي جعفر إذا ذهبت إلى بيت الحكمة. إنه يقضي لياليه في مرصده الجديد. لم أره في ضوء النهار لأسابيع. لا بد أن Roshan said you had further training today. Show her that new sword of yours. I look forward. Greatly. If you throw it just so, it sails through the air, swift and full. Shall I remind you how to use a knife? زماننا هذا يا للوضاحة وأدراك الخليفة من جوا. أن الطريقة التي يقترحون بها حساب مواقع القبا باستخدام ذلك المنهج أمر آسر، أقر بذلك. صح؟ هذا لا يحدث كل يوم. أول ما سأفعله غدا الذهاب لرؤية الحسن. سأكون مجنونا. هل ذلك مهلا؟ في وقت واحد عن طريق الساعات المائية. على شرح طريقة عمل ذلك الطائر الآلي لي، يقول إنه يحل مشكلة الاحتكاك التي كنت أواجهها مع طاحونة مائية. لا تسئ فهمي، ابن لوقا شخص ذكي جدا، لكن المسألة تكمن في نشأته الإغريقية. المنهجية مختلفة، ذلك يفيد بحثنا في الواقع، لأن قرأت أحدث تعديلات ابن علي لكتاب الزندهم؟ يا من ذكاء، ذلك المدعو سند تخطب لك. لكن عليه ما حسب العزيز بعد النسيح، إنه يعاني مشكلة. يقال انه وسيم. اتعرف الطريقة التي يقترحون بها حساب مواقع القبر. لكن علي مساعدتهم. وكان يخطط أرضا مرة أخرى، لا يوجد خطب بعقله رغم ذلك. أثقل الكندي كاهلي بعبء آخر من العمل. أرسطو هذه المرة. هذا الرجل لا يشبع. يبدو أنه يرغب في معرفة كل فكرة مرت على عقل أي إغريقي. سنحتاج إلى تعقب الحركة والقياس في وقت واحد. نحتاج إلى الاستفادة من أداة الكمال الملاحية. هل قرأت أحدث تعديلات ابن علي في كتاب تلك العادة التي قد قطعها بصورة زي أن الأشياء الصغيرة أصبحت خافية عن طول التعامل مع الإغريقيين. فخذ معك ذلك الغلام الصابئ ذاك. حاولت تناول الموضوع في حديثي عن تسجيل الوقت الشهر الماضي، لكن ابن إسحاق زجرني كما يفعل مع قطيع جاموس نائي. إنه حقا مهووس بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بالفلسفة الهيبراخية الجديدة غير التزامنية الغامضة. لن تعجب علماء الرياضيات المراجعة المقترحة التي أجريتها على حسابات أبي معشر فيما أخشى. إضافة طفيفة، لكن حتى هو يسلم بأنه احتمال مماسي منطقي بحاجة إلى تضمينه. هل قرأت رسالة ابن لوقا في الفرق بين الروح والنفس؟ لا يهم. إني أعتقد أنه فقد صوابه عند كتابته. يبدو أنه يعتقد أن الدم يدور بين الرئتين والقلب بطريقة ما. لا شك أن الجن بالغي الضآلة يستطيعون استخدام التعاويذ السحرية فجأة بينما يتدفق. إذا مال المحور كما صرح الفرغاني في كتاب جوامع علم النجوم، فسنحتاج عندئذ إلى محاذاة كل الحسابات المشتقة وفقا لذلك. المستكشفون الخبراء تفصل بينهم بالتساوي عدة أيام سفر شمالا وجنوبا، معهم تعليمات جغرافية دقيقة يلتزمون بها لئلا يخلوا بالدقة. ما دفعني إلى التفكير في الأمر كان مقطعاً في كتاب جوامع علم النجوم. لقد غفل بطليموس عن شيء، والفرغاني يلمح إلى المشكلة. عاد ذلك الزميل البيزنطي الذكي ابن لوقا بالأمس. لن يدعني أحظى بالسكينة حتى أنتهي من تدوين جميع معادلات الميكانيكية. يظل يستعرض كلمتين: الأجيال المقبلة والدقة. غريب، لكن تلك العدسات قد طبعها بصورة سيئة. أكاد أقسم أن الأشياء الصغيرة أصبحت مروية عن قرب، كما لو كانت آلاف الأسماك الصغيرة تسبح على أنملتي. إنها غير مجدية لتأمل النجوم بالتأكيد، لكن ربما كان بإمكاننا اكتشاف غرض آخر لها. من المؤسف أنه ألقى بها في المادة المنصهرة. أتعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التموينية؟ يشق علي تذكر الإجابة. سأفكر في الأمر ملياً. لا أعدك بأنني سأحلها، لكن من يدري؟ ربما لا ينبغي الاقتراب كثيرا.